هذا لباس تقليدي جزائري أصيل، يعني اللي يعطي لمسة تراثية على اللباس الجزائري. وهذا لباس تقليدي الجزائري يتكون من عدة قطع. أولها السروال اللي يشتهر بالعرض، سروال عريض فضفاض يحتوي على عدة طيات، وكذلك فيه الجيوب، يعني قضية الجيب، ويكون على مستوى الآخر ضاير بالحزام. هذا اللباس الذي يدعى من يختلف النطق تاعو من منطقه لاخرى، منهم من يقولوا البدعيه، منهم من يقولوا المقفوله كما احنا في الغرب يقولوا المقفوله، ومنهم من يقولوا القاط. وهذا يكون مطرز يحتوي على هذا العقد، ويكون في اول تطريز يختلف من مكان الى اخر ومن حرف الى اخر. هو لكل حال طريقة التفصيل والخياطة والتطريز هي اللي تميز منطقة على الأخرى، لأن ربما نشوف هذا اللباس يتشابه عبر جميع ربما البلدان، بعض البلدان العربية، إلا أن اللباس اللي يميز اللباس الجزائري وهو البرنوس والطرز، يعني هذا أشكال التطريز هي تميز، كاين عندنا تطريز خاص بهنا بمنطقة الجزائر. تميز هذه المقفولة بالتطريز، يعني تطريز حريري خاص وأشكال معينة تختلف من حرف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. منها من يربط هذه الأشكال، هذه التطريزات، على أساس أنها موروثة من القدم، ومنها من يقول أنها اجتهادات للحرفيين، يعني الخياطين، يعني في هذا التطريز. ثم يأتينا من بعدها المعطف، لأن المقفولة هي تميز أنها ما فيهاش يدين، يعني ما بدون أكمام، والمعطف في أكمام، يعني في الصيف تلبس المقفولة وحدها، وفي أثناء البرد يلبس المعطف لأنه وسيلة للتدفئة. اللباس هذاك دونك بدا يروح، خاطر لازم يدخلوا هذوك لي زوتوكتون، يدخلوا في الـ في الـ في الـ في السيستم تاع اللي يحكموا لي دومينو، الخدمه، في العسكر كما نقولوا نحى القندره، القراءه تاع الدراري الصغار، يلبسوا الطابليي، يلبسوا، المهم هذوك كامل اسباب تاع لا بينيتراسيون دو كوستيم اوروبيان. اللي بقات فيهم كوستيم تراديسيونيل هما الناس اللي على برا على لي فيل، وخصوصا توارد. علاش؟ خاطر ما لحقوهمش دو على ديستانس جيوغرافيك، وهما قاعدين يعني توجور اون تريبو ارميتيك، قاعدين توجور كيف عايشين بيناتهم، قارداو ديك تسال لي توارد اللي قارداو. راحنا في السنين هذوك اللي فاتوا، راح لباس تقليدي جزائري تقدري راح ب 60-70%، راح علاش ما فيهش طالب. ومن بعد كي بدينا نديروا عرض الازياء، بدينا نديروا لي ديفيلي دو مود، بدينا ندخلوا اون مودرنيزي دابور لا فام الجيريان
كيما درنا الباس التقليدي مودرن يعني يمشي مع العصر، يعني الكراكو ديكولتي، كراكو الباطو، سروال الشلقة، بدلنا لافونت، بدلنا هنا بدات المرأة الجزائرية تهتم باللباس التقليدي. يطلبوا هذا الاخر لباس، هذا هما العرايس جينيرالمون يطلبوهم، ومام النساء الكبار ايتو يمات العروسه ايتو، واللمسه كاين نقعدوا توجور في التقليدي بصح نديروا مودرنيزي ولا لا تونو تاع التراديسيونيل، نديروا باغ اكزومبل البدرون نقعدوا في التقليدي في القديم ايتو، شنو نديروه نديروا فيه لمسه مودرن ايتو. المده سا ديبون، المده كيما تاع الفتله، هذه فتله باليد تطلب لنا 3 اشهر، وكاين شعره كيما هذه شعره شهرين نقدروا نخدموها وفيها البيرلاج هذا فوالا. وكاين المجبود، لا المجبود 6 اشهر، المجبود يطلب بزاف الوقت. كاين الكاراكو البدرون، باسكو دوكا العروسه ولات تحب تدخل كي تبدا التصديره تاعها تبداها بالبدرون، ماكشي كيما بكري طاير ايتو، دوكا ولاو يحبوا بالبدرون ويطلبوا بزاف لباس القبائلي تاني مودرن تاني. هذا حيك يقولوا له حيك المرمه، زمان كانوا قبل حيك المرمه كانوا يديروا الفوطه وسروال الزنقه تاع 7 مترات، من بعد توتروا ولاو داروا لنا حيك المرمه، حيك رجعوا يخرجوا به للزنقه يخرجوا به فوالا. ماشي كيما زمان، مانايا في كل بلاد حبت اوروبا حبت بلاد خارجيه الحيك تاعي تبعني باسكو مازال في قلبي.